هذا هو المطعم ينجي ديمسم. الديمسم أو بالكانتونيز تيمسم، هذه الوجبة تنأكل في دول شرق آسيا، يعني برانش بين الفطور والغداء، وهي فرصة دائما لها يجتمعون مع بعض يأخذون تيمسم. تيمسم بالكانتونيز معنى الطريق إلى القلب، أو معناها يامتسا. يامتسا يعني شرب الشاي، شرب الشاي بس معناها كل واحد يأكل لقمة بسيطة. فبإذن الله في هونغ كونغ راح نجتمع مع عائلتي، عائلتي من طرف أمي، والله حشرة هنا، من طرف أمي، وراح نروح المطعم، مطعم مشهور في هونغ كونغ، راح نجتمع. عائلة أمي كبيرة كبيرة كبيرة، فوق 200 يمكن، فوق 200، أي 200 يمكن أكثر. بالمناسبة في كل المطاعم الصينية لازم عندهم الطاولة المدورة، أوكي؟ هني يطلبون كذي بالطريقة هذه. أما في هونغ كونغ هم يجيبون مثل ترولي، زين، والأكل موجود وتشوفونه، لأن في هونغ كونغ والصين وسنغافورة في حركة، فالأكل حار جاهز يطلع من المطبخ في عربة، وأنتوا تشوفون الأكل وتطلبونه. شوفوا الديكور ما شاء الله، وعندهم القسم الفي اي بي داخل هناك. شوفوا يحطون الأكل هني بحيث إنه إذا واحد يبغي يجيب الأكل، شوفوا. وهذه الصورة مطلعة واضحة، شوربة، شوربة لحم، الوزن طار فوق، طار طار. بالمناسبة بتكلم عن الوزن بعدين. تدرون أنا اللي عاجبني في الديكور إن الشرح، في مطاعم تجيب الكآبة بس ما شاء الله. الله، هذا نودلز بلحم البقر، هذا المشروم بالفقع، الفقع الأسود. وهذه الأكلة مشهورة ساتسيو باو، فيها في أنواع كثيرة، دجاج، سمك، لحم بقر، والخبزة هذه ما شاء الله عليها، شوفوا مقصوص، ما شاء الله طعمه صراحة خرافي. وهذه الأكلة اسمها شاولونطاو، شاولونطاو معباية مثل مرقة داخل، في دجاج أو روبيان أو لحم بقر. هم كيف يأكلونه؟ لازم يحطون الملعقة إنزين ويشلونه بالملعقة. أنا بشله بإيدي لأني جالس أصور، لأن مرقتها داخلها. وبعدين يحطون الصوص، تخيلوا لحم بقر داخله. شوف الشكل كيف، ما شاء الله. هذا يسمونه سيومي، وعادة يسوونها دجاج مع الربيان مع بيض السلطعون. والله العظيم الأكل لذيذ. وهذا السيومي، بسم الله. حتى اللحم البقر اللي عندهم والله كأنه الزبدة، شوفوا ها. الله أكبر، هذا لحم البقر يسمونه بيف بولز، كرات لحم البقر. هذه اللي أنا أموت فيها. أهم شيء في لحم البقر هذا شوفوا يكون مثل المطار، رهيب رهيب طعمه، رهيب. هذه من أشهر الأكلات في كانتون في هونغ كونغ، اسمها شونطانغ، مصنوع من أو مكون من الرز، قصدي عجينة الرز وروبيان داخله، الروبيان لازم تكون حبة كاملة. وهذا سبرينغ رول
بالمانجو. ها سموي كيف الأكل؟ ها سلافي شو؟ أنت بس كوكنت بعد؟ شرابي كيف الأكل؟ أكل حلو؟ لا تدري ما شاء الله بطنك كيف؟ أشوف بطنك؟